استأذنك اسمع أخونا اتفضل. محمد من العراق راجع تاني، اتفضل أخي محمد. ألو ألو، مرحبا، مرحبا. بس أكمل مداخلة مع البرنامج إذا تسمح لي. أيوة، ما أنت اللي خرجت. نعم، أنا كنت طرحت عليك أسئلة يا أخي محمد. أن القرآن في أكثر من آية يقول، بس اتفضل اتفضل. بالنسبة الآية اللي تقولها تتعارض مع القرآن الكريم، هاي النبوة أبدا. القرآن الكريم يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من تلقاء نفسه، الله يعلمه. ما فيش الله من أخي، لا 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 لا، ما تحطليش إضافتك. هو ده الإسلام اللي موجود في العراق، في الموصل اللي أنت بتشوفه. أي إسلام أنت بتقدمه لي دلوقتي لما تدخل تشتمني؟ اي اسلام يعني؟ ايه الاسلام اللي انت بتقدمه لي؟ اسلام ان انت بتدخل تشتمني؟ هو ده انت كده بتخبر عن نبيك؟ هو كده انت بتشهد عن محمد؟ كده بتقدم لي الاسلام انك تدخل تشتمني؟ يا اخي، الشتيمه والسب لغه الضعفاء، لغه الشخص اللي هو مش واثق في ايمانه، لغه الشخص اللي ما عندوش حجه او منطق. انا بقول لك يا اخ محمد، اقرا لي نص الايه اللي في القران اللي بتتكلم عن ان محمد لا يعلم الغيب. انت تحط لي بقى تحويش وتملها لي كلمات تقول لي مش من تلقاء نفسه. فين الايه بتقول مش من تلقاء نفسه؟ فين الايه اللي بتقول مش من تلقاء نفسه؟ فين الايه اللي بتقول ان محمد ممكن يعلم الغيب بس بمساعده الله؟ فين دي؟ فين الايه دي؟ لو عندك كلام بدون شتيمه اتكلم. انا بقدم لك المسيح اللي علمني وهذب اخلاقي واللي بيقول لي ان انا احبك. احنا بنقدم لك خلاص يا اخي محمد. فين الاسلام اللي بتقدمه لي؟ علمني الاسلام، ادعوني للاسلام على الهوا يا اخي محمد، اتفضل. الو، ايوه يا اخي محمد، اتفضل. قدم لي الاسلام على الهوا يا اخي محمد، ادعوني للاسلام. ذبح الاسلام. انت يقول الاسلام غير ذبح فهو كذاب. انت بتعترف على الهوى ان الاسلام ذبح؟ شكرا، اتفضل اتفضل. جئناكم بالذبح، زين. الرسول وعد الكفار، والكفار هم يهود ونصارى ايضا، وقال جئناكم بالذبح. فاني مسلم، جئناكم بالذبح. شكرا. نقول احنا بامريكا ما نصلتم وما اعرف ايش نصلتم، مدوا على خشمكم بالقندره، زين. هو ده الإسلام يا جماعة، اسمعوا يا أخواتي المسلمين، اسمعوا الأخ محمد من العراق بيقول كده أن الإسلام بصراحة جئناكم بالذبح. رقم اتنين، قدم لي الإسلام كمان يا محمد، تفضل تفضل. نعم، سبي نساء اليهود والنصارى أيضا، لأن هم إذا ما دخلوا بالإسلام ذبح رجالهم وسبي نساءهم وأخذ أموالهم. بس هاي ايش؟ هاي قبل الدعوه للاسلام. اول شيء ندعوكم للاسلام. اذا ما رضيتوا بالاسلام، ما قبلتوا بالاسلام، راح نقتل رجالكم ونسمي نساءكم وناخذ اموالكم. هذا هو الاسلام. لا اكذب عليك ولا الف ولا ادور. وكذاب ابن كذاب، كل من يقول لك غير هذا الكلام. زين؟ طيب اخي محمد، انا بقى بقدم لك رساله حقيقيه بتقول لك ان ربنا الحقيقي مش محتاج لشخص زيك يقتل، لانه ما كانش خلق الانسان من الاول. مش محتاج لشخص زيك يذب النساء، مش محتاج لشخص زيك ينهب الاموال. ربنا الحقيقه اخ محمد بيحبك، خلقك عشان بيحبك، ولانه بيحبك عايز ليك نجاه وخلاص. انا بقدم لك رساله المسيح، سيدك وتاج راسك، كلمه الله الحي. ترى عفوا زين، لا يسوع دلي ولا شيء، خليني اتكلم بس يا اخ محمد. ما انت اتكلمت وقدمت الاسلام. انا رافض بضاعتك، انا رافض بضاعتك، انا رافض بضاعتك. انا بقدم لك رساله حيه اخ محمد، بقدم لك رساله حيه. الله بيحبك، الله بيحبك وعايز خلاصك وعايز نجاتك، مش عايز سيفك. الله ما عنده، الله عنده القدره ان يموت اي انسان باي طريقه. ما الموت بيجي، ما ممكن الموت يجي عليك دلوقتي فجاه، لا محتاج لا سيف ولا محتاج قنبله ولا محتاج واحد يفجرك. ممكن الموت دلوقتي يجي عليك فجاه، فالله مش محتاج لسيفك يا اخ محمد. الله بيحبك. يهود والنصارى، ما اعرف غير الله. انا بس اعرف الله اللي يؤمر بذبح اليهود والنصارى. هذا الاله يا اخ محمد، هذا الاله اللي انت بتعرفه بيذبح، ده اسمه الشيطان. المسيح قال عنه ايه؟ ان ابليس يا اخ محمد اسمعني بقى، انا سمعتك سمعتك. المسيح قال ايه عن الهك؟ قال كده ابليس
قتال للناس منذ البدء. إبليس أتى، إبليس أتى ليسرق، ليذبح، ليهلك. هذا هو الإله اللي أنت بتتعبد ليه. أنا بقى بدعوك لله الحقيقي اللي خلقك. الله بيحبك وعايز خلاصك يا أخي محمد. أنت قدمت لي الإسلام، قدمت لي بضاعتك، بضاعتك قتل، نهب، سبي، ذبح، هي دي بضاعتك. بضاع يا أخي محمد، بضاعتكم ردت إليكم، بضاعتكم ردت إليكم، فأنتم تقتلون أنفسكم، أنتم تذبحون أنفسكم، أنتم تنهبون أنفسكم. أنا بشكرك، لأن بشكرك كمان، أنا بشكرك جدا لأنك صريح وقلت الإسلام بشكل صريح على الهوى. إخواتي المسلمين، محمد المسلم الصريح، محمد المسلم الحق، محمد المسلم اللي ماشي على نهج محمد نبي الإسلام، قدم الإسلام بصراحة على الهوى. هل في شخص مسلم يدخل يقول لي بقى أنه محمد ده لا يمثل الإسلام؟ أنا بشكرك أخ محمد، بشكرك جداً.